مساء الخير عليكم. اليوم في شيوخ أم وليد راح نديرو الحليب المركز المحلى المثلي. مقاديره سهلة، راح نحتاجو كاس حليب غبرة، كاس سكر، ونص كاس ماء سخون. راح نستعمل ميكسور تاع البرا مع الطاس تاعو. نعاود لك، كاس غبرة تاع الحليب وكاس سكر ونص كاس ماء يكون سخون. إذا راح نبداو في الطاس، راح ندير كاس حليب غبرة مع كاس تاع السكر، ها هو الكاس تاع السكر. راح نزيد له نص كاس ماء مغلي سخون، نص كاس ماء سخون. راح نخلط الكل بالميكسور تجلسوا كل المقادير. بعد ما خلطته مليح راح نديرو في كسرونه بهذه الطريقه، نفرغوا هذاك الخليط اللي كنا خلطناه بالميكسر ونديرو فوق النار. اذا نديرو الكسرونه تاعنا فوق النار، نبقاو نخلطو فوق النار تكون قليله ما تكونش قويه بزاف، مده 5 دقائق. هذه الطريقه راح تخلي لنا الحليب المركز تاع المحلى تاعنا راح يدوم لك مده طويله في الثلاجه تاعك، ما يفسدش، قادر يقعد لك حتى لشهر باش ما يتحرقناش. شوفكم على نار قليله لمده 5 دقائق ونحوه باش هذاك السكر يذوب مليح. على نار قليله بهذه الطريقه ونخلوه حتى يبرد. اذا ها هو الحليب المركز المحلى تاعنا بعد ما برد النسلي. شوف واش يجي القوام تاعو، راح نوريكم عن قرب باش تشوفوه مليح، يعني راهي وصفه ناجحه ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. العمليه اللي درناها انه طيبناه فوق النار باش مده الاحتفاظ تاعها راح تطول، راح يشد لكم حتى لشهر في الثلاجه تاعكم. اذا جهزوه وتخبوه في الثلاجه تاعكم ووقت الحاجه راح تصيبوه واجد. اذا اللي عجبتكم الوصفه تاع اليوم، ما عليكم غير ديروا لي جيم لا فيديو وتشاركوا في قناتي حتى يصلكم الجديد. بارطاجيو لا فيديو بين